هلا، مساء الخيرات. مساء الفل والياسمين. كيف الحال؟ الله يحفظك، الله يحفظك الفنان. الله يحفظك يا رب، الفنان الكويتي القدير محمد المنصور، مساك ورد، واسمح لي طول العمر خدناك من سكواش اليوم. استاذ محمد الله يحفظك، الله يحفظك. استاذ محمد، اليوم ايش حبيت تقول الى الفنانه العزيزه ابتسام عبد الله؟ وانا عارف ان تجمعكم علاقه صداقه قويه جدا، خاصه انكم ايضا مثلتوا قرابه 3 أعمال مع بعض. نعم نعم، تفضل. هذا بعد ورده ما يحتاج دامك. الله يحفظك. فنانه قديره، لها عطائها، لها حضورها الفني الجميل وأخلاقها الفنية الجميلة الرائعة في أثناء أي عمل من الأعمال اللي تقوم فيها، خاصة طبعا لما تأخذ أي دور. نعم. تتعمق فيه وخلاص تعيشه. نعم. بعض الأحيان أقول لها يبغى خففي خففي بس منتي هذه مرة واحدة في الأحنا. نعم. مرة تكون بالزوجة، مرة حبيبة. أي فتتأثر وتتقمص بزيادة. تأثري ما شاء الله عليها. أي والله. أستاذ محمد، ما في سوالف صارت في تصاويرته بتغششني تفتن لي عليها؟ في كل مشهد لازم أسوي لهم مقلب. الله. إيش سويت فيها مثلا؟ ما أعرف، يعني كذا شغلة سويها. إيه؟ يا نشيل اللحية ولا نشيل الراكور منها، بعض الأحيان قاعد تدور تراشيها ولا بقمتها ولا وين الراكور وين، وإحنا حاشينا أنا نضحك بس. يدك خفيفة عبارة أستاذ محمد. أسوي لكم مفاجأة إن شاء الله في العمل الجاي ويانا ابتسام. في شيء هذه شيء أبي أعرفه أنا. لحظة أستاذ محمد، موضوعنا طويل. شو السالفة؟ شنو العمل القادم في رمضان الجاي؟ لا، حق رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. هاي انا كل شيء يقول تقول لك انا ما ادري، ترى هي تقول والله حلو هذول. لا لا، مرشحان ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شو اسم العمل استاذ محمد؟ الله يحفظكم. شو اسم العمل؟ بس ما شو اسوي؟ بغيت اسويها مفاجاه بس ما يصير، لازم بس بحرين كلها درا. اي حصريا لكم. اسكم يبوا لي هالجميل. لا تطلعين لا تطلعين لا تطلعين. مرحبا يا هلا وسهلا حبيبي. قلبي 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 ترى سلمت على ولدك ونسيتك انت. مرحبا اخوي. مرحبتين. طبعا مشاهدينا معنا في الاستديو الاخ العزيز محمد الصقر ابن الفنانه العزيزه ابتسام عبد الله، وفي بعد ولد محمد ويانا. بس ترى تفيلا زين هو بتشوفي ما انت ميت حق ماما تيتا اليوم؟ ها؟ ميت 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 حق ماما تيتا؟ تبغى تقول لي ترى انا مشتاقت له، ما شفته اليوم. اليوم ما شفته. امس لما حرمناه شوي منه عشان تشتاق له اكثر. ايش التكتيك؟ هاي ترى واحد من السورساتي ولدك محمد، احسن سورس. ايش من لبسك الثوب؟ ها؟ طبعا يحب الثوب حبيبي، ريال من صغيرته. اي يا قلبي سلحبه. ريالك وايد محمد اليوم. حبيبي حبيبتك الملائكة. طبعا استاذه ابتسام محمد، انا كان لي كلام معاه قبل اللقاء، كلام طويل، كان يقول لي انه هو مدين لك بكل شيء وصل له اليوم. الحمد لله. بالفعل يعني، وهو اليوم في شيء كان حريص انه يوصله لك قدام الناس امام الملأ. تفضل. طبعا في البدايه حبيت اشكرك على هذه الفرصه اللي بتعطيني اياها، يمكن هاي الكلام اول مره بسمعه في حياتها. أنا من النوع اللي كتوم وما أتكلم يعني في البيت وايد، بس أنت ما قصرت في وقت. يا ماما الله يحفظك، معك غالي يما. بسم الله عليك. الله يخليها على راسك. خليها إن شاء الله. أنتو هدية من عند الله، شوفوا شلون أنا أسعد إنسانة في الدنيا اللي أعطاني ولد مثلك، وأعطاني بنت مثل أختك، وأعطاني ولدي خليفة، والله رزقك بالزوجة الصالحة. الحمد لله. عائلة سعيدة. الله لا يحرمنا منك، إن شاء الله تبقى ندوم على راسنا. حبيبي حبيبي حبيبي، ما نبي الناس تصيح. لا يعني هو ترى محمد قال الكلام اللي يعني اللي في قلبي. ساعات يقولون لنا ليش تجيبون مثلا عيال الفنانين في الاستديو، هم يشوفونهم في البيت.
هو احنا احيانا نشوف ابهاتنا وامهاتنا يمكن كل يوم، لكن احيانا ما يصادف لنا فرصه من سرعه الحياه، ما يصادف لنا فرصه ان نقول لهم احنا ايش كثر ممتنين لهم امام كل الناس، ايش كثر فخورين بكل شيء اعطيتونا اياه. فدموعك غاليه يا اخوي. اكيد شرفتني حبيبي، وجودك اسعدنا، وجودك كان اضافه في هالحلقه. شرفتيني الله، الله يحفظك ويخليها على راسك ويخلي هالجميل يتربى بعزكم ان شاء الله يا رب. شو قاعد ترى مستكين هني احسب يتم لنا هاي يعني. يلا تروح تروح يا بابا؟ ما يبي يقول له نو. يلا تعال. عندي شيء هو تقريبا اغلى ما تملكين، هو اكثر شيء يذكرك بريحة والدتك الله يرحمها يا رب، هاي العصا. هاي العصا شنو تعني لك؟ هاي عصا امي. اللي عرفت ان انت تركتي كل شيء ويويتي هالعصا، قلتي انا بس هذه ابيها تكون عندي. شنو تعني لك؟ ايش معنى؟ لان امي يوم كبرت كانت تسند على ذي العصا، ويوم طاحت كانت عندي بالبيت عقب راحت المستشفى، فآخر شيء هي كانت ميودتها. حبيبتي الله يرحمها يا رب، الله يرحمها. أنا اللي عرفته أن الوالدة يعني كان في كلمة دائما تقولها، أنا آسفة دموعك غالية علينا كلنا. الوالدة خاصة بعد ما ولدتي ابنك محمد كانت تقول ياهل حامل ياهل، الكلمة اللي تفضلتي فيها من شوي. يعني الوالدة في البيت مكانها ترك فجوة، مو بس بالنسبة لك، أيضا بالنسبة لعيالك، لأنها بالنسبة لهم كانت بمثابة الأم مو الجدة، وأنت بالنسبة لهم كنت بمثابة الأخت الكبيرة مو الأم. صح. شلون تجاوزت هالمرحلة؟ صعب صعب، وفاة أمي وايد تعبت، وايد كانت مرحلة صعبة علينا كلنا. أنا كان وزني 77 صرت 58. اوه اي نزل وزني بهالطريقه، بس هي راحت حق اللي احسن طبعا، وهذه طريق كلنا احنا ماشيينه والحمد لله على كل حال. ساعات اعاتب نفسي اقول ليش تزوجت صغيره؟ ليش ما عشت حياتي؟ بس ارد اقول الله قدر لي شيء واعطاني الافضل والاحسن. تزوجت صغيره بس اكيبت عيال وصرت يده، فدائما الانسان ساعات يعاتب نفسه على أشياء، ليش ما كمل دراستي؟ ليش ما صرت عندي شهادة؟ ليش ما درست برا؟ ليش وليش وليش؟ اللي الله كاتبه هو اللي يصير، فلا تعاتبون نفسكم وايد ولا تجلدون نفسكم وايد، لأن اللي الله كاتبه في النهاية هو اللي راح يصير وهو الأفضل. خيار رب العالمين هو الخيار الأفضل أكيد. أخيرا شنو الشيء اللي توعدين نفسك بالالتزام فيه ما حييتي على ألا تخلفي هذا الوعد أبدا؟ ما أخون أحد، ما أظلم أحد، ما أغدر بحد، أحب الكل، أتعامل مع الناس بأمانة وصدق، أحتوي عيالي، والله يعطيني أسوي حق خليفة في عرسه 7 ليالي وليلتين وليلة. الله يا عمري. يا رب تزفينا أحلى معرس في هالدنيا يا رب. أنا قلت لك الكلام من شوي. إن شاء الله يا رب تزفينا أحلى معرس على أحلى عروس يا رب. إن شاء الله يا رب. الفنانة الجميلة ابتسام عبد الله، أنا كنت جدا جدا سعيدة بوجودك وشاكرة لك ثقتك، لأن يمكن إحنا ضوينا على أماكن ما قط تكلمتي فيها من قبل ولا سمحتي بالحديث فيها من قبل، فهاي ثقة أنا أعتز فيها وشرفتيني، وهذا تذكار بسيط من أسرة برنامج على الوتر يذكرك دوم بحبنا لك. مشكورين على هالبرنامج الجميل الرائع، الكاست جميل، استمتعت ان انا كنت معاكم، استمتعت ان انا اكون ضيفه معاكم واخترتوني، الله يوفقكم. ترى انا تابعته وتابعت حلقه سعاد علي وشفت التلقائيات، شفت الاسئله مو بالمعتاده، يعني الاسئله اللي متعودين عليها من متى اشتغلتي، كم سنه تمثلين، دخلتوا بيتنا، دخلتوا حياتنا، دخلتوا داخلنا اعماقنا، صج على الوتر يا حبيبه قلبي. انا سعيده جدا بكلامك. تسلم اخوي سامي، يعطيك العافيه. شكرا اخوي سامي. الامانه من بناتك الثلاثه كانوا حريصين ان هم يبعثونها لك اثناء اللقاء اليوم. شوفي صورهم وهم صغار. اي
هاي الرسالة عاد لازم تقراها لنا كلنا. والله ايه؟ أنا مشكلة نظارة، نظارة ما جبت أقرا بنظارة. تحب أنا أقرا؟ إيه طبعًا كانوا صغار كل سنين ما شاء الله. ما شاء الله. كانوا صغار. هني أيام الشباب ها؟ شيخة هني أيام الشباب. ليحين شباب. الشوارب اللي خبرت. اليوم طبعًا دكتورة لطيفة إيش حبيتي تقولين إلى هذا الإنسان عن لسانك ولسان خواتك أمام الملأ؟ تفضلي. والله يا يبا احنا لو شنو نقول ما كفيك حقك. كل اللي وصلنا له واللي ان شاء الله راح نطلع فضلك فضلك من فضلك، ما قصرت معانا، وثقت فينا، خليتنا نثق بروحنا اكثر. الله يطول لنا ان شاء الله في عمرك، يعطيك الصحة والعافية يا رب. الله يعافيك يبا ويخليكم لي ان شاء الله، وانتم بعد ما قصرتوا وبيضتوا وجهي، وترى عقرنا فيك وايد انتي وخالد. روضة ما خلت شيء ما شاء الله عليها، وعقرنا فيكم وايد والله يخليكم ان شاء الله يا رب، واشوفكم في اعلى المناصب. والله يقدرنا ان شاء الله نرفع راسك اكثر واكثر ان شاء الله. امين. انتم ما قصرتوا، رفعت راسي ويضت وجهي. احنا معزومين على العرس طبعا كلنا طبعا، بس الحين بتقولين ملا ما بايي؟ لا والله، لان في الرياض العرس. اوكي نوفر، مستعد نوفر مواصلات والله على راسي، نوفر الذي والله على راسي يا طويل العمر. يعني سوينا حفله بسيطه يعني. نعم. في ذي طبعا من الملكي، بس الزواج بيكون في الرياض، لان سوينا هنا قالوا بعد لازم هناك هلا. نعم اكيد. لكن بعد تشرفوني والله، لان نحط لكم مواصلات. والله اتشرف يا طويل العمر، عرس الريايل وعرس النسوان في نفس اليوم. في شيء من بدايه اللقاء خشته ايه تحت هنا في الكرسي في الزاويه، أوه. وانت سولفت عنه من شوي، وانا قلت ما ادري اطلع الحين اطلع بعدين. انا ادري كنت تدور حق يا لطيفة. يا لطيفة هذه تمر عليه. الله يطول عمرك. شوفها يمكن من نصيب، من نصيب الاخ اللي لقاني وعطاني هاي خاتم اللي عطاني اياه. أنا أحب العبس هذه الخاتم، بس ما أحب أغير. إيه. وخا واحتفظت فيه، فهذه أنا اللي لبسته اليوم. قعدت أدور، أنا أقول لك مساعة لما أخذ شيء أرجع مكانه عشان ما قاعد أدوره. هو مكانين أحطهم فيه. اليوم دورت في أماكن ما لهم علاقة، لكن قلت عندي وعزيز علي، يعني عزيز علي وايد بغض النظر عن قيمته. نعم. معنوياً. إيه معنوياً. هو باهظ الثمن بس مو شاريه، الغالي مو هديه كان. نعم. فاقول غريب وين راح؟ عند روضه. استاذ احمد حبتك لا اله الا الله كلش مو بسهله. حبتك مو سهله. مسرحيه اصابه خربوش. ايه. بدون ذكر اسماء، ايش صار في الممثل اللي زعلك؟ لا بدون ذكر اسماء واللي يسلمك. اكيد بدون ذكر اسماء. تخاف تخوفين الناس مني. انا ماليش عايله اللي صار اللي صار. هاي الله يسلمك. عندنا مسرحيه عرضناها هني في البحرين، فكنا قبل فكان هناك الستيج مسوينه برا حق الجمهور في الساحه، لانه فمسوينا الستيج مو ستيج ثابت او صاله. فالستيج كان ضيق شوي يعني، فصار بين وبين ممثل ممثلين شغله شوي قبل الذي شوي شد. انزين. اي وانا كنت على صواب، كنت على حق. اي استسلم، قلت الله الله كريم، ربي ياخذ حقي ان شاء الله. خذوه وايد بسرعه. ما توقعت وايد بسرعه. فكنا نمشي لان طالعين من مكان وبنرد ندش من مكان، فنمشي بسرعه والممثل قدامي طايح من فوق لتحت على الستيج. اوه قدمنا المشهد، خلص المشهد رجعنا طلعنا بندش من نفس الدخله، ولا طايح قدامي. هذا النصيب انكتاب، احب ناس غيرون، يحبني لكن هلا يخاف لا يدرون، فضحتني يا هوى ياني تشفت الراس، محد درب قصتي والحين كل الناس واجف على بابكم، والهان ومسير أسأل عن اللي سأل، محبوب الصغير يومين مروا علي، سنتين لو أكثر ما أقدر يوم يتي عن شوفتك أصبر. سلامتك. الله. عاتب نفسي يمكن اعاتب نفسي انا على مثل ما تقولين في وقت من الاوقات
فرص ضيعته، فرص ضيعته بحكم يعني يمكن بهاتنا يمكن زرعوا فيني يعني يمكن ذاك الوقت نقول عزة الناس ونستحي ولا ما نستقل فلان صداقة فلان تكلم قول، يمكن أنا يعني من الناس لأن يمكن لو كنت أنا شوي ماخذ خطوة جريئة وكان يمكن أكون في حال أفضل من اللي أنا في حاليا، بس مثل ما تقولين شوي الحي وعزتهم وأنا ما استقل فلان وأكلمه في شيء، لكن بعد يمكن لو صارت شلي ظنك الناس تظل طالما الله سبحانه وتعالى كاتب هذا الشيء خلاص كاتب لك أنت كذي خلاص أنت اللي الخيرة في مختارها الله، والخيرة في مختارها الله، جزاك الله خير. وأقول حق بناتي أوعدكم مهما غيرت ظروف الحياة مهما تغيرت ومهما ظروف التغير طبعا، لكن راح أظل لكم أنا السند وأنا اللي تلجؤون له في أي وقت، راح أظل معاكم وسندكم ورعاكم إن شاء الله مهما تغيرت الظروف مهما تزوجت ورحت، راح أظل أنا سندكم إن شاء الله بإذن الله يا رب. اللهم أمين. الله أمين. أحلى ختام لي أحلى ختام الفنان القدير أحمد مبارك. أنا كنت جدا جدا سعيدة بوجودك اليوم، سعيدة في الابتسامة. أساسا إحنا نعتز ونفتخر بكل عمل حمل اسم أحمد مبارك في مقدمته وفي ختامه. شرفتني ونورتني. شرف لي أنا، شكرا لكم، أنتم ما قصرتوا، استنس فياكم، أنت تخوفين طبعا. وأشكر كل اللي موجودين في الاستديو واللي في الكنترول، أقول لهم شكرا على حسن الضيافة. شرفنا. وأنا يمكن تأخرت شوي عليكم لكن لظروف الدرب أقول لكم أرد أقدم اعتذاري وأكرر اعتذاري. شكرا لك، ينخاف منك وصارت قوية. إن شاء الله راضي أهم شيء. بالعكس راضي كل رضا اللهم لك، بس وايد رجعت ونبشتي يعني، لكن شيء حلو الذكرى يعني، ذكرتيني بأشياء كنت محتاج يمكن ان انا اتذكرها او استرجعها يعني. الحمد لله شرفتني ونورتني، برنامج حلو ما شاء الله ومشكورين وما قصرتوا. الله يسلمك، والله يوفقكم ان شاء الله الحلقه تكون زينه. البرنامج حلقه وايد زينه ان شاء الله يا رب، وان شاء الله الجمهور الكريم يكون راضي عنها. وهذه اضافه اصلا للبرنامج ان حضرتك تكون احد ضيوف الكرام. شكرا لكم. هذه تذكار بسيط من اسره برنامج على الوتر لك، يذكرك دوم بمحبتنا لك استاذ احمد. اكيد اكيد، وان شاء الله اتذكركم بالدرع وبدون الدرع، لكن هذه راح يظل ان شاء الله ينحط في الدروع اللي انا اعتز فيها وحصلته. كل الشكر لكم. ان شاء الله ما كان في جانب مهم في حياتك نسينا نضوي عليه وسقط سهوا اثناء المقابله. لا لا الحمد لله، عايش عش خليتي شيء الله يطول. انت خليتي شيء الحين يمكن تتعرفين عني اكثر مني. من هني. واو شو توني في البيت ما قال لي ها؟ طبعا مشاهدينا مشاهدينا معانا في الاستديو اليوم الاخ هشام علي حسن ابن الفنانه الجميله مريم زيمان. استاذة مريم هلا حبيبتي، كثر سعيده بشوفته اليوم. ويا هشام اسميها هشام يعني لان اخر العنقود يعني. حبيبتي الله يخليك على راسي يا رب. الله يخليك يا يعني ممكن اتخيل بدر اي او نورتي بس هشام. شلون قدرت؟ الحمد لله ما في بطاطا اقراها. شلون قدرتي عليه ما اعرف ها؟ والله يعني عندك قدره كبيره. الحمد لله مقنعه اللي اقنعتي هشام. والله الوالده يعني حاولت في كل شيء تسوي لي اياه، كل شيء هي تدعمني اياه تحفزني واقفه وياي في كل شيء في الحلوه وفي المره، يعني كلمه شكر احسها وايد قليله عليها. هذه واجب فجيت هني هاي عباره عن ولا شيء صراحه. حبيبي والله حبيبي هشام. يا رب الله يخليك على راسه يا رب. انا يطلب نصيحه شوي علي. حبيب قلبي يعني اخر العنقود لازم كلهم غاره واحد. هشام يصير ترد شويه من وقت عشان تقدر تنام مسكينه. ان شاء الله من عيوني. هاي مين اللي في الصوره؟ هذه امي، ام نوره طبعاً. الله يرحمها. الله يرحمها يا رب يغمد روحها الجنة. أنا أبي أعرف شنو القصة وشنو السر وراء هاي الصورة بالذات
ايش معنى هالصوره لها مكانه خاصه في قلبك من بد كل الصور الباقيه؟ هذا تدرين رحنا سوق المحرق وراحت امي تصور وخذيت الثوب هنا نفس الثوب ثوب نشل ولبسته بعد وصورت كان قبل يعني نروح للاستوديوهات وهاللون هذا طبعا امي يعني هذه نوره يعني امي نوره يعني عزيزه على قلبي الام الحنون الام الذكيه الام اللي ربتنا يعني تربيه شو اقول لك يعني يعني احنا نقعد نناقش او ندردش ونجيب سيره امي على طول امي مات في جامعتنا مات يعني دائما اذكر امي دائما اذكر امي دمها خفيف امي شديده امي ذكيه صفاتها غريبه تجمع جميع هذه الصفات في هذه الام ايش معنى هالصوره الصوره دي عزيزه علي انا رايحه وياها رايح وياها سوق المحرق في هالصوره انت وايد تشبهينها طالعه اي انا ماخذه طولها ماخذه ايه؟ طولها وفيني ملامح منها بس بدري اختي يعني اكثر شبه امي يعني اذا تشوف بدري اختي كنا احس امي قدامي انا خذيت ملامح من امي بس هذه الصوره يعني عزيزه هذه حطيتها انا في البيت اي ادري هذه حطيتها في البيت وكل اخواني وخواتي في كل بيت في بيوتهم محطوطه هذه الصوره طبعا عندنا صور وايد تجمعنا ويا امي بس هذه الصوره يعني لان رايح استوديو امي اي لان استوديو يعني انا نطرت لما تطلعين من البيت هم انطروا بالاحرى في البيت لما تطلعين عشان يبون لي اياها في برواز خاص في مكان خاص عندي بعد في حجرتي ثنتين ثنتين واحده في الصاله واحده في حجرتي نعم الله يرحمها ويقمد روحها الجنه والله اتمنى لها الجنه واتمنى يعني اتمنى ان اشوفها انا يعني يعني ساعه وش ساعه اقول ساعه ابي ثاني اشوف امي اقول يا ليت ثاني بس اشوف امي عزيزه على قلبنا الله يرحمها الله يرحمها غمد روحها الجنه تدقيتي على وتر حساس صج انا اسف اسم البرنامج نمشي حب تترره نشرب حب والفرحه مخدتنا بين الهنا والنور تحبني قد السما واكثر تودني قد الشير واكثر وانت قولي لي قولي لي تحبيني يس يسلم هالصوت يسلم هالصوت كلنا نحبك الله يسلم هالصوت انزين ممكن يعني نشوف شيء الحين مثلا قدامنا كانه يعني مثلا شخصيه ام لالا ام لالا ايه؟ ام لالا وشخصيه ثانيه يعني في مثلا اهلا يا سنان تعالي يا سنان حالا ساتي يا ماما حالا ساتي يا ماما انتظري يا ماما يعني واو يعني ترى مو سهل الموضوع ساعات هي ثنتين الامهات اي مثلا هلا اين انت يا هلا تعالي لهنا حالا ساتي حالا مثلا ترى الموضوع كلش مو سهل بس حلو ليش استانستي بدر حلو صدق حسيت وانا صغيره اعاتب نفسي ان انا كانت عندي مؤسسه لانتاج مسلسلات وبرامج لكن ما صرت نشيطه فيها في نفس الوقت كنت أحس أن أنا عندي طاقة إخراجية وما اشتغلت على هذه الموهبة ذي ما اشتغلت عليها وهي دراستك كانت التمثيل والإخراج فلذلك أنا يعني التمثيل اشتغلت فيه
لكن الاخراج ما اشتغلت فيه، وانا احس انه عند تمثيل خذوني، بس احس انه انا عندي طاقه اخراجيه او متحسف عليها انه ما. يلا حين ان شاء الله، يلا حين قدامك العمر ان شاء الله. والله اعداد جميل، مذيعه ما شاء الله متمكنه، مخرج متمكن، شباب متمكنين صراحه، مكسب للتلفزيون البحرين هذا العمل. وانت حبيبة قلبي على راسي، ومكسب لنا ان شفناك اليوم. هذه تذكار بسيط من اسره البرنامج يذكرك دوم بحبنا لك، واحنا يعني نشتاق لك، واحنا حق لنا نشتاق لك، فلا تغيبين. شكرا تغيبين. شكرا عمري، شكرا شكرا جزيلا، وما قصرت. واجبنا. كنت انا يعني صحيح مقلب في الظهور للقاءات، لكن انت حركتي كل مشاعري وخليتيني آي. حبيبة قلبي شرف لي، شرف لي ام بدر. حياكم جميلاتي. حياكم، تفضلوا. يا عمري. يا عمري. حياكم مني، تفضلوا. اهم شيء ما سلموا علي انا ولا عمر. حبيبة قلبي شلونك؟ شلون عمري؟ حبيبتي شلونك؟ طيبة؟ حبيبتي حياكم، حياكم. حياكم. يعني انا وايد سعيده طبعا. مشاهدينا معانا اليوم في الاستديو نيله وفاطمه عبد الله سويد، نورتونا نورتونا ما شاء الله عليكم، تجننون ومنورين. نيله، بما انك الكبيره وانا عارف ان انت الصديقه المقربه حق الوالد، ايش حبيتي تقولين له اليوم عن لسانك ولسان اخوانك كلهم؟ حبيت اقول يعني بدون وجود ابوي في حياتنا يمكن احنا كلنا ما تعلمنا شلون نكون صبورين، شلون نوصل حق اهدافنا، حتى دراستنا صدق ساعات يتملل ويعصب انه ما يدرس، بصدق بدونه يمكن انا حتى لذي المرحله من عمري في الدراسه ما كنت بوصل. صدق يعني هو سندنا. طلعي قولي له ونسيني انا من السالفه. ايش حبيت تقول لهم استاذ عبد الله؟ تفضل. قلت لهم من قبل واقول لهم دائما، انتوا اكبر انجاز في حياتي. تسلم. يعني سووا الشيء اللي تحبونه، مو شرط تكونوا ممثلين، مو شرط تكونون في اي مجال فني، اذا حبيت الشيء اللي قاعد تسويه راح تبدع وتخلص فيه وبترتاح وبتعيش حياه سعيده فعلا. يعني يا زين، ها سوي شيء الله يرفع راسك فيهم. دوم شتي شنو قلت لها؟ سوي شيء اللي تبينه. انا عارفه تبينه. اي عليه، تبي الشيطانه، هي تبي الشيطانه. مقاتله ذي، هذه مقاتله. اي مشكور، الف شكر لك البطل في كل حلقه، الف شكر لك اخوي سامي. هذه وين جبتوها؟ انا جايبتها مثل ما هي، هني كنا في ماركت انا خشها جايبتها لك مثل ما هي. اي هذه ماركت بعزها. اي 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 متروسه. وابيك اليوم من وين جبناها عاد ما يندرى، دورتها امانه. هاي بعد وانتم ما شاء الله تنتقلون من بيت لبيت، هاي انت بعد لو في نفس البيت كان شفتني طلعت اشياء وايد. اي يعني انا نبيك اليوم، كيف اقعدها؟ ما ادري شو اطلع لك، شو اخلي لك، نبيك اليوم تخط لنا اللي تبيه. حسبتك ما ادري، تفضل عيش حياتك. زين عيش حياتنا. تقولنا شو ايش بتكتب لنا؟ اختبار حيبي. ليش طلعت استاذ شريف؟ عزف وهذي وخط الله كل شيء. شوف شنو بتخط لنا طويل العمر. ايوه بس لا يطيحون. تكتب لنا على الوتر يبين اخوي راشد. اشيلها. تكتب لنا على الوتر، كثر ما صرت احب اسم كلمه على الوتر. تبون باي خط عاد؟ على الوتر. الله بتكتب على الوتر صج؟ ساعه المباركه. انا بسمي عيالي على الوتر. أنا أدري الحين طبعاً بينتقدني. مين؟ أعتقد أول المنتقدين بيكون أستاذنا الكبير عبد الرحمن بهلول. مين؟ عبد الرحمن بهلول. أفا ليش؟ يقول لي لأنه نوع الورق. يقول لا تستعيل. دائماً. يقول في برنامج. تستعيل. يقول حلو بس لا تستعيل يا عبد الله يهداك. الله طويل العمر. عندنا امانه من الكويت احنا الحين، من الخط العربي لي امانه عزيزه على قلبك وقلوبنا كلنا. اوكي امانه من الكويت. نعم حياها الله. مساء الورد.
أول شيء أنت عازمني على صافي وما شفتك صار لسنين وما توفي صراحة بوعودك خطي أي عليك جامر أين أنت يا جامر الفضيحة بقلاقل صارت أنا علمك أنا بطلع سوالف كلها بالكويت اللي جايبيني أنا متعمدين عشان أطلع أي والله إنك صاد طول الأمر والله إنك صاد لا طالع أقول بس زوجتك لا طالع الحلقة لأن أنا أعتقد خلاص عاد أنت مطلق نسيت الكويت شكلك لجوء لجوء داش هجوم داش هجوم إي إي طبعا مشاهدينا معنا عبر الهاتف الفنان الجميل خالد امين مساك ورد ونور شرفتني طويل العمر هلا الله يسلمك يطول بعمرك ان شاء الله طبعا انا جدا سعيد ولي شرف صراحه اني اتكلم بحلقه عن عبد الله سويد لان عبد الله تربطني فيه علاقه انسانيه وقويه وزماله ورجعتينا حق ايام الدراسه اي والله العظيم والله وجهه صار احمر وجهه صار احمر استاذ خالد اي ما يصير احمر احمر حاول بس ما يصير احمر يعني ما يصير اقول استاذ خالد طبعا بما انكم مثل ما تفضلتوا دفعه واحده اعرف انه كان عندكم وايد مغامرات خاصه ايام الدراسه قول لي بقلب قوي قول لي اقوى شيء عندكم وما بامنتج شنو شنو قلب قوي ما اعتقد اقول ما اعتقد اقدر اقول قلب قوي حضرتك وانت صغير كنت تقول ان انا عندي امين الأم الأولى طبعاً هي والدتك الله يرحمها والأم الثانية كنت أقصد فيها أختك أمينة ليش كنت تشوف أختك بمثابة الأم؟ لما ولدت كانت أختي في الأول ابتدائي أعتقد يعني أول ابتدائي أو يعني مرحلة ابتدائية وقفت سنة عشان تعتني بأخوها الصغير أجازي كل الناس بس أمي وأبوي وأختي ما قدرت أطلع من نزاع الله يخليكم حق بعض الله يخليك أنا اللي عارفة أن أنتوا الفرق بينكم مجرد 6 سنين بس هي تقولي هذه ولادي أي أي أنا أمي ثانية ما أقدر بيغني معاك هو أسمر ياسمراني تفضل من أسك علي لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا اسمر يا اسمراني من نساك عليا لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا هاي ترى مساحة راح يا ما ايش فيها قول كمل كمل لا لا بس على هو خاف من الطبقة العالية اسمح لنا التمثيل ما اقدر اطلع فوق ولا ننفضح بعدين بنختم في ختام مهدى اسمح لنا اي لا معلنا انت ضيفة معنا حياك انا بموت وهالفراشة ما ماتت تعالي بهت علي لا لا مصرح اذا حبيت تعاتب نفسك على شيء في الجانب الاخر اعاتب نفسي على ان أحياناً يعني أتساهل في 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 بعض الأمور. مثل. يعني بعض الأمور أحس إنه ما عليه خلها تعدي كبر راسك كبر مخك يعني أعتقد إنه في بعض الأمور لازم يكون فيها حاسب. ودي لو شوية نحدد كلامنا أبو سنان. ايش انت تقصد بالضبط يعني مثلا يعني انا ما احب يعني اتصادم مع احد نعم. زين واحيانا لازم تكون صدامي في بعض الامور على اساس ان هاي ممكن اصرع على رايي بس ما تصادم انا بنفسي عن الموضوع وما تصادم في حين لا كان لازم اتصادم في هالموقف خيره لا على خيره يعني. فنان الجميل عبد الله سويد انا كنت جدا جدا سعيده بوجودك معي اليوم سعيده بهالابتسامه سعيده بهالقلب الطيب بهالاخلاص المعدي الله يسلمك ان شاء الله تذكار بسيط من اسره برنامج يا سلام عليكم يا سلام عليكم يا سلام عليكم على الوتر يعني فعلا ضربته على الوتر يعني تفاجأت وايد استمتعت جدا سمعت أصوات أصدقاء من زمان ما سمعتهم ومواقف جمعتني يعني وذكريات جميلة
شريط عمري مر فعلا في هالكم يعني ما ادري ساعه او اقل، بس فعلا شريط من 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 ذكرياتي ومن عمري مر، والشريط دي انا اعتز فيه واحبه، والحمد لله اني قدرت اتشاركه مع الناس كلها ومعك. انت قولي لنا الحين هذه المكان لحظة وين؟ لحظة بيتنا الأولي. سبحان الله، هاي فريجنا في المحرق. أيوة هاي بيتنا، وهني المدرسة اللي درست فيها في الإعدادي. الله، وهاي دروس بيتنا. الله، إيش كثر اشتقتي حق هالمكان يا زينة. لنا ذكريات روضة هني ما تتخيلين. شنو يعني لك هالمكان أستاذة؟ متى آخر مرة رحتي أول شيء؟ هني هذه البيت؟ هذه بيتنا إيه كهوة هني. الله، هاي الباب البني. طبعاً تغير الحين. طالع يمين يسار. كان قبل مو هاللون، مو بهالحجم، مو بهال. هني إحنا وين؟ هذه الفيديو الثاني. الله، ملحصه. الفيديو الثاني. طبعاً هالمكان أنا بديك تعرفين أستاذة المشاهدين وين ذي المكان؟ هذه أسمي البيت العود، ملف الأيويد. واللي قاعدين افترق هاي راحتك. هاي خواتي اللي قلنا لكم عنهم، هاي نجات. أيوة. وشهرزاد، هاي أختي من الرضاعة اللي تراضعت معها، رضعت معاي. نعم. هاي نجات وهاي ليلى، هاي فاطمة بنت نجات. أيوة. هاي حفيدات نجات. همشي طالعين صوبي وتقولين حفيدات نجات. لأنك هم جدا. حبيبة قلبي، الله يعطيك العافية. تقدرين الحين تشيلين النظارة؟ تفضلين الى مكاننا السابق في الاستديو. تفضلي. رجعتيني بو. يعني على الاقل شفت الملامح شلون صارت تغيرت. سبحان الله. يعني انا بارجع معاك استاذه حق الفيديو الاول اللي شفناه. المكان اللي عشتي وتربيتي فيه وجربتي فيه اجمل ايام حياتك. ومثل ما تفضلتي من شوي في بدايه المقابله، كان فيه اجمل ذكرياتك بعد. صح. الى اي مدى انت مرتبطه عاطفيا وروحيا الى اليوم بهذا المكان؟ مرتبطة، يعني ما أقدر أنسي، يعني يمكن نسيت أشياء وايد، لكن المحرق وبيتنا في المحرق ووجودي في ذاك البيت وذي الفريج ما نسيته. إيش كثر اشتقتي؟ وايد مشتاقات له يعني، بس المشكلة إن يعني المنطقة كلها تغيرت، يعني أحين ساعات لما لو بالغلط مرينا أو شيء يعني أحس بغربة. مشكور يا أخي سامي، الله يحفظك. الكذاب يوسف. انا هالشيء موجود معك في كل زمان ومكان. لحظه خلها اشوف الباسورد. اوكي بعد ما تشوف. انا يوسف معلي. انا مو بس بكتفي ان انا اعرض الايباد مالك. لحظه لا يكون غلطت انا. يبي بفتح. لحظه كاكا، لا اموري طيبه. الدنيا كلها تعرف الباسورد، اليوم زاد واحده بس اللي هي روضه. انا ما بوقف عند هني طال عمرك. في شيء دائما موجود في حياتك. لا مو يوسف خلاص قولي لنا ازاي. لا لا الحين كاندي كراش. مين هني؟ حبيبتي شو طبعا مشاهدينا معانا في الاستديو السيدة نجاة انجينير، اخت الجميلة شفيقة يوسف، وايضا صديقة عمرها واخت عمرها بعد. استاذة نجاة، قولي اليوم ايش حبيتي تقولين؟ ما يمر عليك عاد يا رب. ايش حبيتي تقولين الى اختك صديقة عمرك ام محمد؟ اقول لها الله يوفقها وييسر امورها ان شاء الله، ويعطيها ان شاء الله اللي في بولها. حبيبه قلبي مشكوره. يخلي عيولها واحفادها، يخليها لنا بعد. يا عمري حبيبتي. حبيبتي ما في بدونها. القعده مو حلوه حبيبتي. البارحه ما جاتنا القعده مو حلوه. حبيبتي الله يخليكم حق بعض. والله ما استغنى عنها حبيبتي. الله يخليكم حق بعض يا رب، ولا يغير عليكم طول العمر يا رب. تسلمي. امانه انا في شيء قرقع هني في قلبي، ليش سفراتكم كلها فيها كوارث؟ شلون شلون اللون في تركيا طبيتوا فوق بعض؟ اخوي يوسف اليوم ايش حبيت تقول الى هذه السيده العظيمه عن لسانك ولسان اخوك امام الملأ؟ تفضل.
والله شو اقول لك اختي، يعني لو شنو بقول لو شنو بتكلم يعني ما في شيء بيكفي يعني اللي سويته لنا هي طول عمرها امي. يعني انا فقدت ابوي وانا يعني كنت طفل رضيع، فما عندي ذكرى حتى عنه. ف في حياتي كلها كانت هي امي، هي ابوي، هي عائلتي كلها. يعني نحن اتذكر كلام اخوي اللي طلع النكنيم على امي اللي سموها المرأة الحديدية. من مساء وانا اقول لها المرأة الحديدية. يعني بالفعل، لان يعني المواقف اللي هي مرت فيها والاشياء اللي سوتها لنا، يعني ما اعرف اذا احد ثاني بيقدر يسويها. تصدق يوسف كانت من شوي تقول لي، مقطع كلامك اللي بالخير، كانت تقول لي انا اخاف ان انا قصرت معاهم، فكنت اقول لها سامحيني انا كلمتهم قبل الحلقه وكانوا جدا ممتنين لك بدرجه انا ما اقدر اوصفها، فالحمد لله ان انت الحين اكدت كلامي. لا بالعكس امي، يعني اللي يقول عنها قصرت، بالعكس يعني امي ما قصرت فينا في ولا شيء. اسمح لي يا اخوي سامي تعبتك، لو تغمضين بس، لو تغمضين انكسرت. حلوه شيء يختصر سعادتك في الدنيا. حد مصري هاجد. بس انا بعمانه ما يبت قفشه عشان ما تنسين احنا على هوا. الحلوه مو بوايد. لا مو بحلوه افا انت يا ودي، لان اشوفها يا ودي. بس سمي يا ودي وفتحيه، هاي سعاده حياتك. وين رمون مقشر؟ وذي السعادة الثانية طال عمرك؟ هذي حق المغربية يعني. أصلاً هنا بالي حلوة، أقول يا ربي ليش قالوا لها حلوة؟ لا رمان زينة. تبين تفتحين تمتلك نفسك على المقابلة أكثر؟ لا 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 ما أقدر. أكيد. هل حسيتي بيوم أن ارتدائك للحجاب كان عائق، مثابة عائق بالنسبة للمخرجين أو منتجين الأعمال في اختيارك لأدوار معينة، أو حتى كان عائق بالنسبة لك أنت شخصياً في أداء بعض الأعمال؟ هو عشان كذي انا توقفت يعني فتره طويله، لان لبست الحجاب، يعني ما قلت اعتزلت ولا قلت اي شيء، لكن وقفت لان كان الحجاب يعني مع التمثيل امر غير مقبول في بدايه الثمانينات، يعني نهايه الثمانينات بدايه التسعينات. بعدين صار الامر طبيعي وتواصلت الامور. العائق يعني هو مو عائق بالنسبه لي انا، لان انا اخذ ادوار معينه بشكل معين، يعني إنما في بعض الأحيان يعني مثلا مخرجين معينين أو يعني مو مستوعب موضوع الحجاب، يعني مو بخليجيين، أغلبهم غير خليجيين، يقول أنتوا تقعدون كذي في البيت؟ قلت له لا إحنا ما نقعد كذي في البيت. طيب يعني المشهد إحنا في البيت؟ أقول له إيه إحنا في البيت كمشهد، لكن إحنا على الشاشة أنا محجبة، شنو تبي أسوي؟ يعني أوعد نفسي إن شاء الله يعني تكون أموري الخاصة وأشياء اللي يعني أخاف عليها في طي الكتمان أن تكون بس للأشخاص اللي أنا أثق فيهم واللي أنا مقربين جدا مني. أتمنى ذلك. انخذلتي من هالشيء؟ إيه وايد. يعني أحيانا الطيبة الزايدة عن اللزوم يعني يستغلونها الناس ويحسسونك إن أنت يعني بتعطين بلا حدود، بتسوين أشياء وايد لهم، أو بتقدمين يعني كل شيء فقط لأنه يمكن مثلا أنت طيبة والأمور هذه يعني ما أعرف شلون مضمونة، كأنك شيء مضمون. إيه إيه بالضبط بالضبط، يعني يحطونك كأنك شيء مضمون، وأن أنت يعني مهما سوى ومهما أهما فعلا وأنت بتسامحين وبتعطين بس هذا الموضوع يعني أوعد نفسي إنه ما راح يتكرر إن شاء الله. يا رب الله يسخر لك أطيب خلقه يا رب. أم محمد أنا كنت جدا جدا سعيدة بحضورك، سعيدة بهالابتسامة وطيبة هالقلب وبهالصدق اللي ما شاء الله رب العالمين من عليك فيه. وهاي تذكار بسيط يذكرك دوم بحبنا لك من أسرة برنامج على الوتر. مشكورين وايد. أنا بعد سعيدة إن أنا شاركت في هالبرنامج، يعني فعلا على ما قلتي الأمور اللي تطرقنا لها ما عمري تطرقت لها بشكل مباشر وبشكل عام على التلفزيون. البرنامج الصراحة يعني حببتوني فيه، أنا كنت متخوفة وكنت يعني
اقول ما ادري ايش بيسالوني ما لان يعني ما طرحتي لي اي محاور ان بتطرح وبتناقش فيها. كلها مفاجأة. كلها مفاجآت يعني، ويبتي لي عيالي تكلمه، ويبتي لي اختي الحبيبه صديقتي العزيزه اللي يعني اعتز فيها وفي خواتها كلهم، ورويتيني فرجنا في هالشيء. يعني والله العظيم هذا شيء وايد حلو، وايد حلو، احلى شيء رويتيني فرجنا، رويتيني مدرستي اللي درست فيها. مشكورين. حبيبة قلبي، لا شكر على واجب يا عمري. يعني انت قلتي عني طيبه وجميله، وانت يعني اطيب واجمل، اسلوبك راقي، وفعلا يعني تحببين الضيف فيك وتخلينا ينطلق. يا حبيبه قلبي على راسي من فوق. والله انت على راسي من فوق. يسلم راسك. في اوراق عندي قديمه مال الوالد وياها احتفظ فيها، اي ورقه اي رصيد اي شغلات وياها احتفظ فيها. انا مشكور اخوي طال عمرك. انا هاي الشيء يعني شو اقول لك، هذه شنو انت قول لنا هذه شنو؟ هاي كان ايوه هذا هو ملف الوفيات. هاي يرجعون لهم الشباب. الحين ابو عيسى مشاهدينا الكرام حريص على انه يمنع شهادات وفاه اي احد يتوفى في الفريج. ابدا اعرف القصه، تفضل. الله يرحم موتانا وموتى المسلمين، ما قلنا شيء بس. شو المغزى؟ وحتى الفايل تراثي. انا الفايل نفسه كنت حريصه ان انا اجيبه نفسه. هذا وفي قلم بعد هني، ما ادري سجلت الملاحظات شيء. ابدا اعرف شو السالفه، تفضل. انت رونا. ليش زين؟ بس احب هاي هوايه، احب الشغلات القديمه، احب المتوفين دائما في الذكرى، يعني اخليهم للذكريات. واي واحد يصير معايا عندي في المجلس هنا متى بتضيف ورقتنا فيه يقولون لك لا. اي معاي تعايون فلان توفى ترى بهالسنه، اقول لهم واحد يقول لا بهالسنه، اقول لهم لحظه واحده اروح اجيب الفايل واقول لهم ترى بهالسنه هذه. فهلا عندي يعني مال اهل مال بس مو من زمان ترى وايد يعني. سوايك فينا طلعناه. وشلون حصلتين انتي؟ طالما ذكرنا نادي توبلي انا لازم اعرج على منطقه توبلي. يعني انا تشرفت باستضافه حضرتك طبعا مثل ما تفضلت من شوي قبل كذا سنه ضمن برنامج هلا بحرين، وتكلمنا عن منطقه توبلي واهلنا من منطقه توبلي يعني تداولوا مقطع خاص بهذه المنطقه بكثره، يمكن بسبب حبك وتعلقك الشديد بهذه المنطقة وأيضا بسبب حب أهلها لك، يعني لدرجة أن حضرتك أصريت أن أنت تجمع أخوانك كلكم في نفس الكومباوند أو نفس المجمع السكني في منطقة توبلي. في كلمات، ماذا تعني لك توبلي من طفولتك لليوم؟ ما مدى ارتباطك الروحي فيها؟ يعني توبلي، توبلي الطفولة، توبلي يعني الإحساس، توبلي اللي مثل ما تقولين تعطيني الراحة النفسية انولد فيها. يعني توبلي مو بس مجرد المبنى. نعم. بحواليها من نخل، من ضعون اللي كنا نضعن أيام العرشان. يعني هذه ما ممكن لحد الآن أنا أتذكر توبلي على يوم أول وعلى يوم النخل وعلى يوم البحر كأني في حلم. مريم أنا أعرف أنك يعني مثل أي بنت تملكين لوالدك معزة خاصة وتشوفينه أنه مختلف عن كل رجل في هذه الدنيا. اليوم مش حبيتي تقولين لأبوك أمام الملأ؟ تفضلي. بابا اليوم أستاذة روضة المذيعة المتألقة حبيبتي اللي دائما تحبنا بفقراتها وبرامجها المبدعة. حبيبتي على راسي الله يسلمك. مشكورة صراحة، طلبت كلمة مني وبالنيابة عن أخواني وخواتي. شوف حقك في ثواني، بس يعني للأسف الثواني أكيد ما تكفيني، لأني أعرف نفسي إذا مسكت الميكروفون ما أسكت. حدارة شوي. سمعي حبيبتي تفضلي. إن مطلوب مني أتكلم عن أحمد عيسى القدوة اللي أعتبره مثلي الأعلى في الحياة صراحة. بصراحة يعني بابا احترت من وين أبدي، هل أبدي بإني أشكر وأحمد ربي إن رزقني أبو مثلك وأم مثل أمي اللي أعتبرهم أعظم شخصين مهمين في حياتي كلها. شوفي على طحنتهم وعلى هواشهم وعلى بلوتهم، بس ما أقدر يعني السبت تعود عليهم صراحة. جيبوها لي هالعسل. هاي من؟ يلا. يا عمري.
بابا يا عمري حبيبتي ابوي يا حبيبي حبيبي هيا الله زهرة هلا حبيبي احسن مفاجأة حبيبتي شو اخبارك بابا شلون حمود زين بابا هاي حق مين هاي حقك حقي انا بابا حقي طبعا مشاهدينا هذه الجميلة هي زهرة عيسى حفيدة الفنان الجميل احمد عيسى هلا حبيبتي يا عمري عليك هلا حبيبتي هاي جابت لك ورد اليوم يابا هلا حبيبتي وفي بطاقة كان اقراها لنا انا احب ادخل روحي في كل شيء بيزاتك لو بيزات ابوك بس ها ما في بيزا ما ابغي بيزات بس مو شايفين بيزاتي لو بيزات ابوك لحظة واحدة بيزات السيكل اللي بعته شو اخبارك بابا مواجهة حلوة ما حد قال لك ما حد قال لك ولا شيء انا متعاونة مع عيالك يا حبيبتي زهور حبيبي بابا نتمنى لك العمر المديد بصحة وعافية يا تاج روسنا يا عمي أبنائك وبناتك يعني هم مشاكل كلهم مشاكل فيها في شغلة من الشغلات صارت يا الوالد كان يربي غنم كان باب الطرف يعني قال لي ولدي أحمد قلت نعم قال شوف هالتيس هذا هاي لك قلت أوكي مو مشكلة وكنت خاطري في سيكل هاي قام ذاك اليوم قمنا عاد بعنا التيس رحنا شرينا السيكل بدون ما يدري قلبي شاف السيكل قال لي أحمد قام وين البيزات قلت له ما التيس قام قالك البيزات بيزاتك قلت أنت ما قال لي الاسم لك بس البيزات مو لك وأنا أقولها لعيالي ولزوجتي وللمحيطين فيني يمكن في أمور أنا كنت أبغي أسويها وأبغي أحققها بس ما تحققت وأعاتب نفسي على ذلك وأتمنى منهم سموحة ما منك قصور يا عيبان الله يسلمك أخيرا شنو الوعد اللي توعد نفسك بالالتزام فيه ما حييت الله يطول بعمرك الوعد اللي أوعد نفسي فيه أني أتم على حالي بطيبتي ومحبة للناس وما تتغير هاي اللي أتمناها الله لا يغير عليك إن شاء الله هالابتسامة الجميلة يبقى حضورك يعني مثل ما أنا توقعت دائما جميل وحضرتك علم من أعلام الفن البحريني ودائما هالابتسامة دائما تضفي جمال مضاعف على أي شيء جميل شرفتني يا يبا وهاي تذكار بسيط من أسرة برنامج على الوتر مشكورة يا روضة مشكورة على هالبرنامج الحلو يعني صراحة يمكن فاجأتيني أنا صدق فاجأتيني وضربتيني على الوتر الحساس والله يعطيك ألف عافية الله يحفظك يبا من هذا الأكثر إن شاء الله وللجميل وأنت جميلة دائما على راسي الله يحفظك الله شرفني يا أبو عيسى الله يسلمك شكرا جزيلا أهلا وسهلا خليفة عنده شقاوة الطفل الشيطان يعني اللي يسوي لك نكت يسوي لك أشياء كثيرة جدا ويسوي سوالف ما يمكن تصدقين إلا أعرف سالفة واحدة ما أبدأ إلا نتذكر سالفة مرة من المرات كان قدامنا محمر أي. وصافي مقلي خوش شيء من أبدع ما يمكن كنا قاعدين وخليفة مرة سوى شيطانة قام أبوي طلع برا وصك الباب فخليفة قام يأخذ حصى ويقطع على الباب فأمي قالت حق أبوي يعني افتح الباب حق يعني خلينا ناخذه يعني بالسياسه وكذا ويبه قام ابوي فتح له الباب دش خليفه خليفه كان حاط في يده تراب كتف المحمر وشرد فحقيقه انا ما اكلتوني ما حد ياكل فقال له ابوي تفضل يلا هذه علي يلا اللي خليتني ندخله هذه واحده من سوالف خليفه يعني خوش شيء بس للان احنا نتذكرها ونقولها حق الاحفاد ونضحك عليه ونضحك دائما ليلى طبعا انا عارف ان انت اكثر واحده يعني تقضي وقتها حاليا مع الوالد يعني اخوانك كلهم تقريبا يغارون منك الحين حتى انك تملكين حس ادبي وفني بعد مثله ودائما معاه حتى في السفرات بعد صح صح ايش حبيتي تقولين اليوم الى الوالد امام الملأ تفضلي والله يا أختي روضة أنا لو أقول في حق أبوي ما يكفي يعني الوالد مو بس أبونا هو أستاذنا الأول وقدوتنا وصديقنا ومستشارنا في كل صغيرة وكبيرة تعلمنا منه الطموح
والثقة بالنفس والإخلاص في العمل، حب الناس والإقبال على الحياة. هذه الحياة لازم تعاش ولازم نكون دائما مقبلين عليها. نعم. يقول علي عبد الله خليفة: أنا ما أسكن محرك، ترى هي اللي تسكنني. بس هل محرك يعايروني يقولون لي تساكن بالرفاعة؟ الأهل في المحرك يقولون ما علينا نحن من هالكلام. بنرجع حق الرفاعة، راسنا من فوق. من هي المحرك في قلبك وفي روحك وجدانك وفي أشعارك؟ المحرك كانت هي بؤرتي، هي محيطي، هي مهدي اللي أنا أحسس أنه من الإشعاع الحقيقي. بعدين المحرك تاريخها في الثقافة عريق جدا طبعاً. لذلك المحرك بالنسبة لي أنا نقطة انطلاق ويعني مركز أساسي إلى اليوم ويظل إلى الأبد. أنا على فكرة لما تصير مناسبة عند هالمحرك أروح وياهم كمن أهل المحرك، ولا تصير مناسبة للرفاء نروح معاهم وأروح وياهم وأروح ويا يعني المحافظة اللي تتبعهم. يعني الولاء هو للبحرين بكل تأكيد. على راسنا الرفاعة وأهلها أكيد، وكل صحيح. شبر في البحرين مثل ما قلنا صحيح. هو مختلف صحيح. ولكن المحرق فيها طابع خاص، هو المحرق يعني ما في أحد في البحرين أظن ما يحب المحرق. أكيد. لهالسبب أنا ودي أستمتع بوحدة من كتاباتك في هوى المحرق. والله أنا يعني ما أحفظ الآن في هاللحظة دي يعني نص شعري بالتحديد للمحرق، لكن نعم. الناس في البحرين يرددون دائما هذه المقطوعة اللي تفضلت فيها، ويعني ما أحفظ يعني نص الآن حالي. إيه والله ما يعني يا ريت كنت أدري كنت أحضر، لكن ما أنا مشكلتي ما أقول أسئلة، مشكلتي. طيب أوكي. بس أنا ودي أستمتع بشيء إذا قصيدة شعرية. أنا في قصيدة في حضرة من أهوى. نعم. جلست إلى بحر نورك في هدأة الليل ذات مساء، وكان خريف الأغاني يمد على الأفق خيط ابتسام وخيط بكاء، نشيج من العمر يشبهه الضحك، لكنه ليس بالضحك يوجع نسف دماء. مساء الورد، زاد فضلك. مساء الورد. ألو، مرحبا، مساء الخير. مساء النور. قادر. كيف الحال؟ مخزن معلوماتي. نعم. الله يمسك بالخير أبو فهد. مساء النور أبو هشام، كيف حالك يا حبيبي؟ الله يخليك ويحفظك. هذا صديق. الله يسلمك يا رب. صديق العمر هذا. طبعا أكثر من 50 سنة طبعا. معنا مشاهدينا عبر الهاتف الكاتب والروائي الكبير عبد القادر عقيل، مساك ورد ونور يا أبو هشام. الله يسلمك وخليك، وشكرا لك على اللقاء الاحتفائي صراحة، بقامة أدبية وثقافية وشاعر مبدع ورائد خلاق مثلي صحيح. في مكانة الأستاذ علي عبد الله خليفة. نتشرف فيه. أي تكريم يليق فيه وأي تقدير وأي حب حقيقة لا يفي بكل الدور المهم والمؤثر اللي عمله في الحركة الثقافية والأدبية في البحرين والخليج العربي. صحيح احنا دائما يعني نحني رؤوسنا تقديرا واحتراما ومحبة للأستاذ فهد. الله لا يغير عليكم يا رب. أنا اللي أعرفه يا أبو هشام أن أنا اليوم قاعد أتكلم عن صداقة وعشرة عمر دامت لأكثر من 50 سنة، ما شاء الله. صعب بل مستحيل أن احنا نقدر يمكن نختزلها بكلمات، ولكن ولكن من القلب شو تحب تقول اليوم إلى صديق العمر؟ حقيقة تعلمت منك الكثير في هالسنوات، يعني كنت أستاذ الحقيقي، صديق عزيز وأستاذ كبير، وتحية لك وأنت تعالج الكون بالحب. الله على هالكلمة. الحقيقة أبو هشام يعني هو مستشاري حقيقة. أنا حقيقة لين تصعبت علي بعض الأمور ألجأ لعبد القادر، وبعدين في خيط من النور مشدود بين قلبه وقلبي. الله. هذا الرجل. نعم. الله. تردون على بعض بكلام وأنا ضعت. أنا ضعت. هذا كلام شاعر أنا لا أستطيع أن أرد عليه. يعني أنا بين عبد القادر عقيل وبين علي عبد الله خليفة، الله يكون في عوني. ما عندي أي عتب عاتب نفسي، لأن على قدر ما كان أتيح لي عملت، وعلى قدر ما استطعت أديت، فلذلك ما عندي أي نوع من العتب أبدا. بالعكس أنا أقول أن كل ما أتيح لي فعلته، وكل ما استطعته أديته، وأديته بإخلاص، وأديته بنجاح، وأديته بمنتهى
المسؤولية. ما في شيء في فترة قلت يا ليتني ما سويت كذي، يا ليتني مثل ما تفضلت من شوي أثناء المقابلة، يا ليتني مثلا ما انشغلت عن أبنائي في فترات معينة بعملي بكذا، يا ليتني كنت سويت هذا الشيء بدال هذاك الشيء. ما ياتك فترة كنت تحاكي نفسك بنوع من الندم وفضلت أن أنت تسوي شيء بدال آخر؟ والله على أشياء بسيطة جدا، أنا عملت الأشياء بقناعة. الشاعر والكاتب الكبير علي عبد الله خليفة، أنا مثل ما قلت من شوي كنت سعيدة ومتفائلة في هالمقابلة من قبل لا تبدي. اسمك راح يظل علامة جودة في الأدب البحريني والشعر البحريني، شرفتني. شكرا. راح نبقى نراهن عليك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. هذا ذكر بسيط من أسرة برنامج على الوتر. أشكرك. أشكرك شكرا جزيلا، وحقيقة لقاء جدا ممتع وطيب. الله يحفظك، شرفتني ونورتني. أشكرك. اليوم. أشكرك.